يصيب الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء
وسلام على المرسلين والحمد لله.